بعيدا بقى عن كرة القدم، نروح لموضوع الجو. يا جماعة الجو برد جدا، درجة الحرارة النهاردة الصبح، احنا الصبح لسه كانت 6، الصبح قوي بتاعنا، يعني الساعة 5:30 6 الصبح كانت درجة الحرارة 6. فيعني منا، نعم، صباح الخير. صباح النور. ايه اللي هيبعدنا عن كرة القدم؟ خلينا نرجع بالجو البرد قوي جدا ده والاحداث المثيره دي تدفينا شويه. نلعب كره قدم عشان نتدفى. ايوه لازم نلعب رياضه في الجو ده، مش كده برضه؟ ايوه مظبوط. خلينا لسه في كره القدم، في حاجات كتير عايزين نقول الناس اتفقلوا بالخير تجدوه. ارجوكم. زي النهارده من 16 سنه كان افتتاح البطوله على ارض مصر 2006. دي معلومه مهمه. وكسبنا 3-0، كان المباراه بتاعتنا مع ليبيا. فخدوا فالكوا بقى من التواريخ الجميله. احنا يمكن نقدر نقول ان دي كانت فتحه خير علينا، يمكن اول مره دوله في اي مكان تحصل على البطوله لمده 3 مرات ورا بعض، 2006 و2008 و2010 كانت مصر هي كانت يمكن اول بطوله، او يمكن 20 يناير ده بقى كان فتحه الخير علينا. فخلينا نقول ان شاء الله الايام اللي جايه احلى كتير. فممكن ده يخلينا نتدفى شويه، وده يخليكم تسامحوني على ان انا هقول لكم ان الجو النهارده هيكون برد، وان الايام الجايه كمان هتستمر معانا موجه البرد. خلينا نشوف بقى احوال الطقس بعد ما الإدارة العامة أو الطقس بيقولوا إيه. إن النهاردة الطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر. ده غير النهاردة كمان هنلاقي شبورة كثيفة الصبح على الطرق السريعة والمؤدية من وللقاهرة الكبرى وللوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 15 درجة، أعلى درجة هتكون في شلاتين 22 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 6 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.